اهلا بيكم في فيديو جديد معكم مريم مصطفى. النهارده الكيكه بتاعتنا بجد ولا في الاحلام، والطعم بتاعها خيال، ولا بيض ولا حليب. يلا نسمي بسم الله ونبدا الكيكه بتاعتنا. اول حاجه هيكون معايا كوبايه ونص من الدقيق، وهنزل عليهم بكوبايه من السكر، ربع كوبايه من الكاكاو الخام، معلقه صغيره من البيكنج صودا، مش البيكنج باودر، بيكنج صودا، ورشه من الملح، وعليهم معلقه صغيره من الفانيليا. وبكده ضفنا كل المكونات الجافة على بعضها، هنقلبهم كويس قوي. بعد كده هنزل عليهم بمعلقة كبيرة او معلقتين من الخل، والخل هنا ولا بيعطي ريحة ولا طعم خالص في الكيكة بتاعتنا، وعليهم تلت كوباية من الزيت، وهنضيف عليهم كمان كوباية من المية المغلية، واهم حاجة المية بتاعتنا تكون مغلية. عايز اقول لكم كمان ان البيكنج صودا والخل هم بيتفاعلوا مع بعض وبيرفعوا ليا الكيكة وبيخلوها طرية وهشة جدا. طبعا هنا هنقلب الخليط بتاعنا كويس قوي، عايزة قوام يكون ناعم ومش خفيف ولا تقيل قوي. القوام بتاعنا هنا انا شايفاه تقيل شوية، هضيف عليه حوالي ربع كوباية او تلت كوباية من المية المغلية حسب ما الدقيق بتاعك بيمتص السوائل. هفضل اقلب فيها كويس قوي لحد ما تديني القوام المناسب اللي انا محتاجاه، هو ده القوام المناسب قوي للكيكة بتاعتنا. هنا الصينية بتاعتنا مقاس 24، حطيت فيها ورقة من الزبدة او معلقة صغيرة من السمنة، وتعفريها كده تعفير الدقيق، اي حاجة من الاتنين. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة ل 35 دقيقة، هتطلع معانا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الكيكة بتاعتنا طرية جدا جدا وفي منتهى الروعة. هنا انا عايزة هي عاملة قبة شوية كده، انا عايزة اشيلها، عايزة الكيكية بتاعتي تكون متساوية، ما يكونش فيها حتة عالية وحتة واطية، فهخلي الارتفاع بتاعها يكون كله متساوي مناسب بالشكل ده. شايفين قد ايه الكيكه طريه وهشه وفي منتهى الروعه، المسام بتاعتها كمان مش مفتوحه قوي. هنا هسقيها بنص كوبايه من الحليب، هنركنها على جنب ونعمل البودنج بتاعها. هيكون معايا 3 كوبايات من الحليب، عليهم كوبايه لربع من السكر، نص كوبايه من الكاكاو الخام، ونص كوبايه من الدقيق. هقلبهم كويس قوي لحد ما ينعموا معايا، ما يبقاش فيهم اي تكتلات خالص من الدقيق ولا الكاكاو. بعد كده هرفعهم على النار، هفضل اقلب فيهم لحد ما يدوا القوام المناسب ويتقلوا معايا. زي ما انتم شايفين هفضل مستمره في التقليب، مش هطلع المضرب خالص علشان ما يبقاش فيه تكتلات فيها خالص ويكون القوام بتاعها ناعم. بعد كده هضيف مكعب من الزبدة ومكعب كده من الشوكولاتة، وده اختياري بس بيكون البودنج بتاعنا غني وطعمه في منتهى الروعة. مجرد بس ما الزبدة هتسيح والشوكولاتة هتسيح هرفعها من على النار، وعلى طول وهو سخن هضيفه على الكيكة بتاعتنا. بعد كده اساوي الوش بتاعها وادخلها التلاجة تبرد. هيكون عندي مكعب من الشوكولاتة او مكعبين حوالي 100 جرام من الشوكولاتة، هسيحهم في الميكروويف او على حمام ماء بخار ماء. بعد ما يسيحوا هطلعها هنضيفهم على الكيكة بتاعتنا على طول. طبعا انا عايزة هنا الشوكولاتة تكون قوامها خفيف مش تقيلة، عشان لما اجي اكسرها تتكسر معايا بسرعة، ما اقعدش اخبط في الكيكة بتاعتي على ما الشوكولاتة بتاعتي تتكسر، فخلي رقتها تكون رقيقة جدا. هدخلها التلاجة تجمد بالشكل ده، جمدت كويس قوي. بعد كده هنقدمها، نرش عليها رشة كده من الكاكاو الخام، وطبعا ده اختيار. هتكون بالشكل الجميل دوت. وعايز اقول لكم ان الكيكة بتاعتنا بتتاكل كده في الصينية، ما بتتقطعش، ولو عايزة تقطعيها هي بتتقطع، ولكن هي بتتاكل بالطريقة دي. شايفين بودنج
والكيكة حاجة كده بجد وهم. دي من الكيكات اللي تاكلي منها وترجعي لها تاني، ما تشبعيش منها أبدا. الكيكة كمان هشة جدا وطرية قوي وفي منتهى الروعة. شايفين قد ايه الكيكة بقى هنا ظاهرة وهشة قوي ازاي؟ عايزة اقول لكم بجد والله الطعم بتاعها خيال روعة. لو انت اول مرة تدخل القناة، انزل اعملي سبسكرايب وفعل الجرس يوصلك كل جديد ان شاء الله، واعملوا شير للفيديو، واشوفكم في وصفة جديدة.